حافظ منتخب الولايات المتحدة على لقبه كبطل لكأس العالم لكرة السلة بعد فوزه الكبير على نظيره الصربي بنتيجة 129 مقابل 92 نقطة في اللقاء الذي جمع المنتخبين بالأمس على صالة ريال مدريد في نهائي النسخة 17 للبطولة. ورغم البداية القوية للمنتخب الصربي وريث العملاق اليوغوسلافي والتقدم بنتيجة 15 نقطة مقابل 7 في الدقائق الخمس الأولى، انتفض عمالقة المنتخب الأمريكي ونجحوا في تسجيل 16 نقطة متتالية ساهمت في إنهائهم الربع الأول بنتيجة 21-35. في الربع الثاني تابع زملاء النجم كينيث فريد تفوقهم وأنهوه لمصلحتهم بنتيجة 32-20 نقطة، ثم وصلوا التفوق في الربع الثالث بأسبقية 12 نقطة أيضا بنتيجة 38-26، ولم تمنعهم استفاقة رفاق النجم ميلوس تيوتوسيتش في الربع الأخير من إنهاء المباراة بفارق 37 نقطة. المنتخب الأمريكي الذي توج باللقب أعوام 1984 و1994 حقق 5 انتصارات متتالية في المجموعة الثالثة بالدور الأول، ثم أطاح بالمكسيك من ثمن النهائي وسلوفينيا وليتوانيا من الدورين ربع النهائي وقبل النهائي، قبل أن يحافظ على اللقب الذي أحرزه قبل 4 سنوات في تركيا ويعادل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المسجل باسم المنتخب اليوغوسلافي. كان المنتخب الفرنسي بطل أوروبا قد حسم المركز الثالث لصالحه مساء السبت بعد فوزه الصعب على نظيره الليتواني بنتيجة 93 نقطة مقابل 95. سحر وجمال ومتعة كرة السلة مع الأمريكان. سألتك قبل الفاصل على مدى استفادة المنتخب من هذا اللقاء. أولا السؤال بيطرح نفسه، أين كان الجهاز المنتخب الوطني من المباراة؟ يعني الناس كلها بتسأل هل الجهاز يعني مخاصم الأهلي والزمالك؟ ولا يعني ما حضر كل الكلام قال إنه حتى كل تعليقات المباراة كانت تسأل أين الجهاز الفني؟ عايز أقول الكابتن شوقي غريب إنه زي ما إحنا قلنا بنأكد كل مرة انه الفترة دي فيها ضحايا كتير يا كابتن شوقي. صحيح. مش انت وحدك. راضلي مر بالظروف. نعم. انت بتمر بظروف وهذه الامور تحتاج منك انك انت والقائمين على اتحاد كل لازم يكونوا يعرفوا كده يا كابتن. الفترة الجاية في ظل يعني 3 سنوات عجاف من وجهة نظر تعيش من كرة القدم المصرية صعبين جدا. اعتزال اغلب النجوم كل ده شيء مؤثر جدا. انت بتبني امبارح اقدر اقول انه في امل. امبارح شفنا وجوه جديدة هيكون لها مستقبل كبير جدا، هتحتاج بعض الوقت لتنصهر، بعض الوقت تكتسب خبرات. الكلام ده مش هيجي غير من بطولة محلية ستعود، واحنا لازم نرجع يا كابتن نرجع للتوليفة بتاعتنا ونرجع للفكرة بتاعتنا اللي احنا اكتشفناها. احنا عاوز اقول اصبنا افريقيا وكل المتابعين وكل القدم الافريقية بحالة دوار. 3 بطولات 2006 2008 2010 لعيبة محليين. نعم. حتى انه زامبيا عجبتها الفكره فبدات لما جابت هيلف رينار الادون. نعم. نيجيريا لما عمل الفكره جابوا مدرب وطني ما كانش بيعتمد على مدرب وطني. نعم. يعني عاوز اقول ايه، انت عملت حاجه ونجحت فيها كمل بقى. المحترفين اللي انت جايبهم بره مع كامل لم ينضجوا بالصوره المطلوبه لا في الدوري البرتغالي
ولا في الدوريات، اغلبهم ما بيلعبش واغلبهم ما بيشاركش في الفرص واغلبهم يحتاج كثير من العمل انه يطور. امبارح في امل من النجوم الصغيرين اللي شاركوا، انا شايف انه الاهلي والزمالك مع استمرار انطلاق بطوله الدوري هيعود بالخير على المنتخب، ربما يكون في بطوله امم افريقيا 2015 في المغرب. من وجهه نظر امر صعب جدا، لانه هنحتاج عشان ما نبالغش هتقول هنفوز على بتسوانا بره وهبص على لا احنا بس نفوز الاربعه وناخد احسن توالد احسن ثالث في المجموعه في المجموعات كلها يعني نفوز. بس نفوز نفوز اربع مباريات يا عم، تعادل ماتش تطلع يعني لو 11 بونت هتبقى افضل ثالث في طيب خلاص في يعني السبع مجموعات. احنا نتمنى يا رب طيب ماشي نتمنى بس احنا عاوزين نخرج من حسبه البرما دي يعني عاوز احنا ما قدرناش من هذا احنا نتمنى ان شاء الله الكابتن شوقي غريب ان هو المنتخب يرجع تاني وعنده عناصر مميزه جدا يقدم ان شاء الله المنتخب مباراه مهمه جدا في بتسوانا. لا شك ان فوز بتسوانا هيديك دفعه معنويه. عمال اقول لك هات 11 كلهم لك ما ينفعش 10 12 هنجيب انا بقى 13 نقطه من الاربع ماتشات يا عم هات 9 هات 11 هات 10 نقاط بس مش اشكرك يا استاذ محمود نورتنا وشرفتنا وربنا يوفق منتخبنا ويوفق الاهلي والزمالك وكل الانديه. شوف دوري حلو باذن الله عز وجل. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين. غدا استوديو تحليلي الكره في الملعب ان شاء الله هي بدا من الساعه الثالثه، كابتن ايمن يونس طبعا صاحبتنا الناقد الكبير استاذ حسن مسكاوي وكابتن محمود بكر معلقا وكابتن رامي لهجت ايضا معلقين، لان هيكون عندنا مباراتين غدا المقصه والرجاء بعد مباراه دمنهور وسموحه. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، دمتم بخير، تصبحوا على خير.